شكرا جزيلا عزيزي ستيفن وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي. السيدات والسادة، اسمحوا لي في البداية أن أرحب بمعالي وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي العزيز ستيفن سيغورني في زيارته الحالية إلى مصر، وأن أنتهز هذه المناسبة لكي أتقدم له ولفرنسا الصديقة بخالص الشكر على الدور الهام والنشيط الذي تطلع به فرنسا وتطلع به الوزير ستيفان في وقت شديد الدقة وشديد الحساسية في منطقة الشرق الأوسط. كما ذكرت إن فرنسا تطلع بدور هام ودور كبير نحو تحقيق الاستقرار في منطقتنا، وبالتأكيد هناك مسؤولية على بلدين كبيرين بوزن مصر وبوزن فرنسا لمواصلة العمل المشترك والتنسيق الوثيق بينهما لتخفيض حدة التوتر ووقف التصعيد في المنطقة في هذا التوقيت الحساس كما ذكرت، وأيضا أن نضع مسألة تعميق الشراكة الاستراتيجية بين مصر وفرنسا كأولوية مهمة في سياستنا الخارجية. كما تعلمون السيد الوزير الفرنسي كان قد تشرف صباح اليوم بمقابلة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكان هناك لقاء مطول ولقاء مثمر، وتم فيه استعراض كافة أوجه التعاون بين مصر وفرنسا وتأكيد العلاقة الودية والاستراتيجية التي تربط بين بلدينا الصديقين، كما تم التركيز على عدد من القضايا الإقليمية وعلى رأسها الأزمة الحالية في قطاع غزة والأهمية البالغة لعدم انزلاق المنطقة إلى حرب إقليمية شاملة. استمع الوزير سيغورني صباح اليوم إلى رؤية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي تجاه التطورات ومسار الأوضاع في قطاع غزة والجهود الصادقة التي تبذلها مصر بالتعاون مع أشقائنا في قطر ومع أصدقائنا في الولايات المتحدة للتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار. كما أيضا استمع الوزير إلى رؤية السيد الرئيس تجاه عدد من الملفات الإقليمية وعلى رأسها أيضا الأوضاع في منطقة القرن الإفريقي وأيضا الأوضاع في لبنان، خاصة وأن الوزير سيغورني وأنا شخصيا كنا في لبنان منذ ساعات وعدنا للتو، وأيضا تم تناول عدد من الملفات الإقليمية الأخرى التي تهم البلدين. عقدت أنا والوزير الفرنسي مباحثات منفردة ثم مباحثات موسعة بمشاركة وفدي البلدين، تناولنا بإسهاب تطورات العلاقات الثنائية بين بلدينا الصديقين، وتحدثنا عن أنه واتفقنا أيضا عن أن هناك مجال واسع لمزيد من توثيق وتطوير هذه العلاقات الثنائية بما يعود بالنفع على البلدين والشعبين الصديقين. تحدثنا عن مزيد من تطوير هذه العلاقة في على المستوى السياسي وأيضا على المستوى الاقتصادي والمستوى الاجتماعي والعلمي والثقافي. تحدثنا أيضا عن الدور الهام الذي تطلع به الشركات الفرنسية في دعم ودفع عملية التنمية الجارية وعملية التحديث الجارية في مصر. هناك دور مهم لوكالة الوكالة الفرنسية للتنمية، هناك دور مهم للشركات الفرنسية في العديد من القطاعات،
إن كان النقل أو عملية التصنيع أو اللوجستيات في كل القطاعات. الشركات الفرنسية تقوم بدور هام، فرنسا هي المستثمر الأول في مصر باستثناء قطاع المحروقات، وبالتالي تحدثنا عن مزيد من الاستثمارات الفرنسية في الاقتصاد المصري والاستفادة من الفرص الواعدة والواسعة التي يقدمها الاقتصاد المصري للمستثمر الفرنسي بشكل خاص والمستثمر الأوروبي والغربي والعالمي بشكل عام. وهناك مجالات كثيرة خاصة في ضوء الإجراءات الكبيرة التي اتخذتها وتتخذها الحكومة المصرية لمزيد من الإصلاح وأيضا توفير بيئة مواتية للاستثمار في مصر. تحدثنا أيضا خاصة أن فرنسا لها دور شديد الأهمية في إصلاح مؤسسات التمويل الدولية والهيكل والبناء المالي العالمي، وهناك مبادرات فرنسية في هذا الشأن، وتطابقت وجهة نظرنا فيما يتعلق بالمزيد من الدفع نحو إصلاح هذا النظام المالي العالمي بما يخدم مصالح الدول النامية، خاصة فيما يتعلق بتوفير التمويل الميسر للدول النامية فيما يتعلق بقضية التنمية وأيضا النفاذ إلى هذا التمويل. أيضا تحدثنا بشكل مسهب عن قضية المديونية العالمية للدول النامية وأهمية أن تكون هناك أطر وأدوات جديدة للتعامل مع قضية المديونية خاصة بالنسبة للدول متوسطة الدخل، حيث أن الآليات القائمة تقتصر فقط على مديونيات المرتبطة بالدول منخفضة الدخل. تحدثنا أيضا في إطار الحديث عن إصلاح النظام العالمي عن إصلاح مجلس الأمن وبالتأكيد رفع الظلم التاريخي البين عن إفريقيا وأن يكون لها تمثيلا عادلا وكافيا في مجلس الأمن. بالإضافة إلى هذه الأمور الهامة للغاية، بالتأكيد كان محور الحديث والنقاش عن التطورات الخطيرة الحالية في المنطقة، أزمة غزة، استمرار العدوان واستمرار هذه الأزمة بما لها من تداعيات كارثية للغاية على الأوضاع الإنسانية والأوضاع الصحية في قطاع غزة. وبالتأكيد تحدثنا وتطابقت وجهة نظرنا اليوم بشكل مباشر وبلغة مباشرة وصريحة حول الأهمية البالغة لسرعة التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار ووقف العدوان عن أهالينا المدنيين في قطاع غزة والنفاذ الكامل وغير المشروط للمساعدات إلى القطاع. تحدثنا بشكل مسهب عن الجهود الصادقة التي تبذلها مصر بالتعاون مع أشقائنا في قطر ومع أصدقائنا في الولايات المتحدة وجولة المباحثات الأخيرة التي كانت في الدوحة والتحضير للجولة القادمة التي ستعقد هنا في القاهرة بما يؤشر ونأمل في ذلك أن يؤدي هذا الحراك وهذا التحرك إلى التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار وصفقة تضمن إطلاق سراح جميع الرهائن وأيضا الأسرى الفلسطينيين. اتفقنا معا على أن التصعيد في المنطقة لا يخدم مصالح أي طرف وثم الطريق واضح لخفض التصعيد وتجنب انفلات الأمور وما يمكن أن ينتج عن أي حسابات خاطئة أو تحركات غير محسوبة إلى انفجار الأوضاع بشكل كامل. كما ذكرت اتفقنا سويا أن العنصر الهام في وقف هذا التصعيد هو أولا وقف حمام الدم والقتل الذي يحدث في قطاع غزة وبشكل فوري وفي إطار صفقة متكاملة
وبما يمثل المخرج الوحيد لتجنيب المنطقة مخاطر الحرب والمواجهات التي لن يخرج منها أي طرف رابحا. نقدر بطبيعة الحال هنا في مصر الجهود التي تبذلها فرنسا في خفض التصعيد وخفض حدة التوتر وما تقوم به من أدوار مع شركائها في الإقليم، ونؤكد مرة أخرى أن الفرصة لا تزال صانحة إذا صدقت النوايا وإذا كانت هناك إرادة سياسية لدى الأطراف في وضع حد لهذه المذابح اليومية التي تحدث في غزة ويعيشها الفلسطينيون، ونبدأ بشكل فوري في مسار ينطوي على أفق سياسي واضح يعتمد على كل المعايير المتوافق عليها دوليا، وبما يقود فقط وأكرر إلى إقامة الدولة الفلسطينية على كامل التراب الوطني الفلسطيني وتنفيذ حل الدولتين، وليس الحديث العام حول حل الدولتين، لا، هذا لم يعد كافيا ولم يعد مقبولا. الحديث يجب أن يركز فقط على تنفيذ حل الدولتين، ونتطلع بطبيعة الحال إلى دور فرنسي فاعل ومؤثر في ممارسة كافة الضغوط المطلوبة حتى ترتفع الأطراف المعنية إلى مستوى المسؤولية وأن تصدق النوايا ويتم التوصل إلى هذه الصفقة. تحدثنا أيضا ونقلنا وجهة النظر المصرية بضرورة أن لا مسألة الاعتراف بالدولة الفلسطينية الأولوية والاهتمام الكافي، لأن الاعتراف في هذا التوقيت الحساس مهم جدا لنقل رسالة أمل للشعب الفلسطيني المجاهد في قطاع غزة وفي الضفة الغربية وفي القدس الشرقية بأن هناك تكاتفا من المجتمع الدولي وأن هناك دعما لهذا الشعب من المجتمع الدولي لخدمة تطلعاته المشروعة بإقامة دولته المستقلة على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. تحدثنا أيضا عن عدم السماح ولا يجوز ولا يتعين أن نترك لطرف واحد أن له حق الفيتو أو أن تكون عملية السلام وعملية تنفيذ حل الدولتين رهينة لموقف طرف بعينه، وخاصة في ضوء هذه المواقف المرفوضة التي تم اتخاذها مؤخرا برفض حل الدولتين، وهو أمر مرفوض تماما ويتعين علينا مجابهته جميعا من خلال الدفع بمسألة الاعتراف. معالي الوزير العزيز ستيفن، إن مصر تبذل جهودا خارقة من أجل احتواء التبعات الكارثية للحرب التي طال أمدها، وتلعب دورا مسؤولا من أجل منع انفلات هذه الأمور إلى دائرة جهنمية لا تنتهي من التصعيد والمواجهات والعنف المتبادل. نتطلع لمواقف وأن تستمر المواقف الحاسمة لفرنسا من أجل كما ذكرنا تنفيذ حل الدولتين باعتباره الوسيلة والصيغة الوحيدة المتاحة حاليا لإنهاء النزاع الفلسطيني الإسرائيلي، بعد أن ثبت للجميع صدق الرؤية المصرية بأن لب المشكلة في هذه المنطقة هي القضية الفلسطينية. بدون حلها لن يكون هناك أي أمن واستقرار دائم في هذه المنطقة. كما ذكرت هناك خطوات مرحب بها من جانب العديد من الدول الأوروبية على مسار والغير الأوروبية على مسار قضية الاعتراف، ونأمل مرة أخرى أن تحظى هذه المسألة بأولوية وباهتمام، خاصة في ضوء ما هو معروف عن فرنسا من انحيازها المبدئي تجاه القضايا وقيم العدالة والمساواة وأيضا حق تقرير المصير. تناولنا كما ذكرت بشكل مسهب الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، خاصة الأوضاع في ليبيا، الأوضاع أيضا في السودان،
السودان القضية الهامة وشديدة الأهمية والتي يعني تحمل في طياتها كوارث كثيرة فيما يتعلق بالأوضاع الغذائية والأمن الغذائي، خاصة في ضوء ضعف موسم الحصاد في هذا العام، وبالتالي علينا أن نتكاتف فيما يتعلق بتوفير كل الدعم الممكن للمساعدات الإنسانية والإغاثية والغذائية للشعب السوداني الشقيق. تحدثنا عن ليبيا وعن الأولوية والأهمية البالغة لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية بشكل متزامن وفي أقرب فرصة ممكنة، وأن نعود للشعب الليبي لكي يقرر ما يراه بالتأكيد. تحدثنا أيضا عن وكانت هذه في مقدمة الموضوعات لبنان والأوضاع في لبنان وأهمية تجنيب لبنان الشقيق أي ويلات للتصعيد. كما تعلمون كنت بالأمس في لبنان وشرفت بمقابلة رئيس البرلمان اللبناني السيد نبيه بري، وأيضا مع رئيس الحكومة السيد ميقاتي ومع وزير الخارجية، وأيضا السيد ستيفن كان أيضا قبلي هناك، والرسالة واضحة، هي رسالة دعم بالتأكيد، ونحن حريصون على أمن واستقرار وسيادة لبنان وإدانة أي سياسات وأي إجراءات من شأنها المساس بهذه السيادة. تحدثنا أيضا عن الأوضاع في سوريا وأكدنا على أهمية الحفاظ على سيادة سوريا ووحدة سوريا وتنفيذ وارتباطا بقرار مجلس الأمن الخاص بالأوضاع في سوريا. أخيرا وليس أخيرا تحدثنا عن الأوضاع في القارة الإفريقية، وفرنسا لها دور هام في القارة الإفريقية، ومصر أيضا لها دور رئيسي في أفريقيا، وتحدثنا باستفاضة عن الوضع في القرن الإفريقي، عن قضية الأمن المائي، أيضا تحدثنا عن الحفاظ والأولوية الكبيرة للحفاظ على سيادة الدول في منطقة القرن الإفريقي وعلى رأسها الصومال، والحفاظ على وحدة أراضيها وعدم المساس بها. مرة أخرى أشكركم السيد الوزير ستيفان سيغورني على زيارتكم، ونتمنى لكم إقامة طيبة، والكلمة لكم الآن. شكرا جزيلا. ميكروفون الوزير. معالي الوزير، عزيزي بدر، سيداتي وسادتي، معالي الوزير، شكرا جزيلا لكم على هذا الاستقبال الحار، وأود أن أتوجه بالشكر لسيادة الرئيس السيسي الذي شرفني باستقباله لي صباح اليوم. هذه زيارتي الرابعة إلى القاهرة في 6 شهور، وهذا يبين كم أن مصر هامة لفرنسا وكم أن مصر هامة في المنطقة، لأن مجمل هذه الزيارات، ولقد سمعنا منكم استعراض شافي ووافي لمحادثاتنا صباح اليوم إما ثنائيا أو في المنطقة. وفي القاهرة تنتهي جولتي الإقليمية هذه بعد بيروت وتل أبيب والأراضي الفلسطينية، وفي كل مرحلة من هذه المراحل مثل ما فعلت معالي الوزير كانت لي مبادلات ومحادثات حول ضرورة وقف إطلاق النار ووضع حد لمعاناة الغزاويين ولإطلاق سراح الرهائن، ومنهم 2 فرنسيين لا يزالون محتجزين، وأيضا ضرورة تهدئة التوترات الإقليمية في وقت المنطقة مهددة باشتعال شامل. هذه المرحلة الأخيرة لي في مصر تبين أهمية شراكتنا، وتكلمت عنها معالي الوزير، وكذلك المكانة المركزية لبلدكم لإيجاد حل لتفادي الحرب الإقليمية، وكذلك لخدمة السلام وتهدئة التوترات الإقليمية. معالي الوزير، سوف ألخص رسالتي بـ3 نقاط.
رسائل ثلاثة هي التي نقلتها خلال هذه الجولة إلى الذين التقيت بهم في المنطقة. أول رسالة الأولى، نود أن نحيي الجهود الدبلوماسية الثابتة التي تبذلونها منذ بداية الحرب في غزة من أجل إيصال المساعدة الإنسانية، تكلمت عن هذا معالي الوزير. ونحن الاثنين وبلدينا فرنسا ومصر عملا كثيرا معا لتوفير الدعم الإنساني والطبي للشعب الفلسطيني في غزة، وأمل أن نحن نريد أن يستمر هذا التعاون، وحتى فيما نسميه باليوم التالي أريد أن ننطلق في تعاون جديد خدمة للغزاويين ولتعزيز المساعدات الإنسانية، وأيضا وبشكل خاص التزامكم أنتم كوسيط إلى جانب قطر والولايات المتحدة للوصول إلى وقف إطلاق نار مستدام يجب أن نحييه. وبالتالي أود أن أحيي على وجه الخصوص العمل الجبار الذي تم القيام به أمس وقبل أمس في الدوحة، ويهم أن توافق الأطراف على الاقتراحات التي قدمت لهم والوصول إلى وقف إطلاق النار. فرنسا تدعمكم بشكل كامل، وأريد أن أؤكد على ذلك هنا للأسبوع المقبل وللاجتماعات المقبلة المقرر أن تنعقد في القاهرة. ولقد تناولنا بالتفصيل التحديات والاستحقاقات في هذه المحادثات بما في ذلك تفاصيل التدابير، وهي ضرورية اليوم نظرا للوضع القائم. وبالتالي فرنسا تدعمكم والمجتمع الدولي يدعمكم، وسوف نعمل على حشد الدعم الأوروبي لكم. سوف أتصل بزملائي الأوروبيين لبلورة موقف أوروبي داعم لكم. رسالتي الثانية معالي الوزير هي أنه يتعين علينا معا أن نتفادى تصعيد إقليمي بأي شكل من الأشكال، لأن نتائج مثل هذا التصعيد الإقليمي سوف تكون كارثية للمنطقة. ونحن ندعو كل الأطراف لضبط النفس ووضع حد لمنطق الرد والرد المعاكس، لأن المدنيين هم أوائل الضحايا في كل الأحوال. هذه هي الرسالة التي نقلناها لكل من التقينا بهم في هذه المنطقة، وأود أن أكرر هذه الرسالة هنا. وأنا أعرف أنها رسالة تنقلونها أيضا معالي الوزير لكل الذين نتكلم معهم في المنطقة. الرئيس الفرنسي تناول هذا الموضوع مع الرئيس السيسي. نحن مقتنعون بأن وقف إطلاق النار في غزة سيساهم كثيرا في تخفيض حدة التوترات الإقليمية، وهذا هو التحدي الأساسي في هذه المرحلة التي نعيشها، تخفيف حدة التوتر لتفادي الحرب. رسالتي الثالثة والأخيرة هي أنه يجب بشكل ملح أن نتقدم باتجاه حل الدولتين في إسرائيل وفي فلسطين على أساس حدود 1967، وأعتقد أننا نتشارك في هذه القناعة، وتكلمنا عن هذه المسألة بإسهاب. هذا هو الحل الوحيد الحقيقي، وهذا هو الحل الوحيد الذي يمكن أن يحمل السلام والأمن للإسرائيليين والفلسطينيين. وفرنسا ومصر لهما وجهة نظر متشابهة حول هذا الموضوع، وأريد أن نستمر بالعمل وأن نبقى منخرطين في حل الدولتين من الآن وفي الشهور المقبلة. وفرنسا سوف تتحمل مسؤولياتها لتعزيز هذا الحل في أوروبا وكذلك في مجلس الأمن الأمم المتحدة. وبعد هذه الكلمات وهذه الرسائل الثلاثة أود معالي الوزير أن أشكركم. يمكنك أن تعتمد على دعم بلادي ولدعم جهودكم الدبلوماسية والوصول إلى حل سياسي مستدام في خدمة للسلام في الشرق الأوسط، وشكرا. شكرا. دي كيستيون دونك لاجونس لا فورماسيون الجمهوريه حول انا في ظل يعني انعقاد جوله مفاوضات جديده في الدوحه يوم الخميس الماضي لبحث الوصول لوقف اطلاق النار في غزه، وذلك دون مشاركه مباشره من حركه حماس
يعني تقييم سيادتكم حول يعني الفرص التوصل لوقف إطلاق النار، وأيضا ما هي أبرز العقبات في هذا الشأن؟ شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. يعني طبعا كان على مدار 48 ساعة كان في مباحثات ماراثونية في الدوحة، وكان في تحركات مكثفة الجانب الأمريكي بدعم من مصر ومن قطر، قدم كما تعلم ورقة مجمعة فيما يتعلق بموضوع الصفقة التي تتضمن بالتأكيد وقف إطلاق النار وأيضا تبادل الأسرى والرهائن. يعني هذه الورقة الآن هي الورقة المرجعية الهامة. هناك تواصل مع الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني، وإذا خلصت النوايا وإذا كان هناك إرادة سياسية، وأؤكد مرة أخرى على إذا توفرت الإرادة السياسية فبالتأكيد يمكن التوصل إلى الاتفاق لوقف إطلاق النار. هناك بعض الثغرات، بعض الفجوات، ولكن يتم يعني التعامل بشأنها والتفكير في كيفية جسر هذه الفجوات. لابد أن يكون هناك يعني تحرك سريع جدا للتوصل لوقف إطلاق النار، لأن العنصر الوقت عنصر ضاغط، ولا يتعين استمرار هذه الحرب الدموية في قطاع غزة. كما ذكر العزيز ستيفان، فإن بالتأكيد التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة سيسهم بشكل كبير جدا في خفض التصعيد في المنطقة، لأن أصل المشكلة، أصل الداء، هو الملف، القضية الفلسطينية والحرب على قطاع غزة. إذا نجحنا في وقف هذه الحرب الظالمة على قطاع غزة فبالتأكيد هذا سيكون له تداعيات إيجابية حول فيما يتعلق بخفض التصعيد في مختلف الجبهات في المنطقة، ولن يكون هناك مبرر لأي تصعيد. فبالتالي الجهود مستمرة، الجهود المخلصة مستمرة، التنسيق الكامل مع قطر ومع الولايات المتحدة مستمر حتى نستطيع أن احنا نستأنف المباحثات. الجولة الأخرى ستكون هنا كما ذكرت في القاهرة، وإذا خلصت النوايا فيمكن بالفعل التوصل إلى اتفاق، ولكن الأمور معلقة بطبيعة الحال للموافقة على ما هو مطروح وما هو مطروح. أعتقد أنه هو شيء يعني عملي للغاية، ونأمل في أن نصل إلى نقطة نعلم فيها الوصول إلى مثل هذه الصفقة، بما يبعث برسالة إيجابية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة وفي الضفة وفي القدس الشرقية، وأيضا برسالة إيجابية إلى المنطقة لتجنيب انزلاقها إلى ويلات حرب شاملة قد تحدث نتيجة لأي سوء في الحسابات. شكرا. شكرا. سؤال آخر، جوستين بليز. Justine Babin from Les Echos. I have a question for donc, you. Donc Justine Babin du journal Les Echos. J'ai une question. About the number of Palestinians who fled the war that are still living in Egypt right now. And what is your plan for these people? Because their visa have expired and they cannot renew their tourist visa, and I think they cannot either get a residency permit. So what is your plan for these people still in Egypt? Of course, as you know, we are providing all kind of facilities to our brothers and sisters from Palestine, from Gaza. They are since the start of the
war last October, we are opening, we opened our border in order to receive the Palestinians for having treatment for medical cases here. We have more than 1,500 Palestinians receiving medications and medical care here, and they are here with their families. Some of them are traveling to other third countries, who offer to provide them medical treatment. Also, we allowed the people from Gaza, from third nationalities, to get outside Gaza and to come to Egypt and to facilitate their transfer to the third countries. So again, I cannot give you a specific figure, an accurate figure, because some of them, they are traveling to other third countries. But again, our policy is very clear, you know, to provide all kind of support to the Palestinians in order to ease their burden in the current difficult circumstances. We will continue to do so, but the most important and urgent objective now is to put an end to the current aggression and attack on Gaza, and of course to have enough and unimpeded quantities of medical care as well as humanitarian assistance to reach people in Gaza as soon as possible. So we are expecting, as soon as we have a deal and we have a ceasefire, of course we will have a corridor of assistance from Egypt, from all over the world. I spoke with my dear colleague, the French Foreign Minister Stephen, about conducting a huge entry of humanitarian assistance, food, medical care to Gaza as soon as we have a ceasefire and as soon as we are operating the Rafah crossing from the Palestinian side, with the presence of the Palestinian Authority as well as others, maybe like Europe, like EUBAM Rafah. So we are ready and we will provide all kind of assistance to people in Gaza to alleviate their suffering, because the situation now is more than catastrophic, and we are worried about spread of diseases there due to the lack of medical care and also the lack of food to the Palestinians. So we will do everything in our hand in cooperation with France, with the international community, in order to allow huge quantities of medical care and humanitarian aid to enter into Gaza without any impediment, without any conditionality, in order to alleviate the current suffering of the people in Gaza. شكراً. سؤال آخر. Alice in the back. مع الوزير دكتور بدر عبد العاطي. سيادتك مؤخراً شاركت في حفل تنصيب. أليس بعد إذنك. هكمل. سيادتك شاركت مؤخراً في حفل تنصيب الرئيس الإيراني من منطلق إدراك مصر الكامل بأن الدور الإيراني في المنطقة دور محوري وهام جداً. عن العلاقات المصرية الإيرانية وعودتها كما هو الحديث عنه الفترة الماضية، إلى أين وصلت هذه الأمور؟ ده سؤال لمعاليك. سيادة الوزير الفرنسي، أعتقد أن كافة معاني الإبادة الجماعية اجتمعت على الأرض بشكل كامل وسط دعم غربي بالبداية جدا، بكل أسف حتى اللحظة ديت، بما فيه السلاح، بالرغم الحديث عن الجهود المضنية لتفادي وتجريب المنطقة حرب شاملة طاحنة.
تعليق سيادتك. شكرا. Merci, j'en ai évidemment, on en a parlé avec le ministre. طبعا تناولنا عن هذه المواضيع تناولنا هذه المواضيع مع معالي الوزير. فرنسا كانت من أوائل الدول التي دفعت أو التي تبنت عقوبات ضد المستوطنين العنيفين الذين يهددون الأمن في المنطقة. أي تصرف يكون عملاً استفزازياً ويؤدي إلى العنف كان مرفوضاً منذ بضعة أسابيع ولا يزال مرفوضاً اليوم، خاصة وأن التحديات والاستحقاقات كبيرة جداً. ولهذا أكرر اليوم، نحن ندين بشكل كامل أي استفزازات إن كانت سياسية أو أمنية في الضفة الغربية أو في أي مكان آخر وخاصة في غزة، نظرا للوضع الإنساني وبطبيعة الحال. فرنسا منذ البداية عملت لتقديم المساعدة، كنا من أوائل الدول التي قدمت المساعدة وتعاونت.